الحق في السكن هو عنوان مهرجان حلم للفنون الإبداعية الذي نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، مشاركات متعددة تبرز معاناة من حرموا من حقهم بمسكن ملائم بعد تدمير بيوتهم، واقع صعب يزيد من مأساويته صمت العالم. كان في قطاع غزة الوضع القائم أسوأ ما يكون، الدمار لا زال قائماً في المنازل، ما يزيد عن 24 ألف منزل تم تدميرها تدميراً كلياً، ولم يتم حتى هذه اللحظة بنائها وإعادة من كانوا ساكنيها إليها. العدالة مغيبة والضحايا أبعد ما يكونون عن الوصول إلى العدالة. تم هدم بيتنا في الحرب الأخيرة، فأنا حبيت أعمل فكرة أنه على هوا العنوان الحق في السكن أنه أجسد العدوانية اللي قاموا فيها الاحتلال الإسرائيلي بقصف البيوت. لكل لوحة من هذه اللوحات حكاية، التدمير والتشريد والمعاناة سمة مشتركة بين هذه الإبداعات على تنوعها، لكن السمة الأبرز تتلخص في هذه اللوحة حيث الأمل ينتصر على اليأس. شهد نجحت في التعبير عن هذه المعاني بريشتها. أنا رسالتي أنه أبين للناس أنه الأمل ينتصر على الألم، وأنه الأمل ينتصر على الحزن وعلى المعاناة اللي بيعانيها كل شخص تدمر بيته بالحرب، وأنه كمان الحياة تنتصر على الموت. في زاوية أخرى برزت اللوحة الفائزة بالمركز الأول، جمعت بين المعاناة الفلسطينية والمأساة السورية. شاركت بين سوريا وبين فلسطين بإيلان كردي اللي غرق في البحر، فأنا حبيت يكون اللون أحمر وأزرق لا إيلان، وكمان غير هيك الدمار الشامل اللي خلفه الاحتلال على قطاع غزة والمعاناة اللي عاناها، وحتى الآن المعاناة اللي احنا بنعانيها من السكن وقلة السكن، لا يوجد سكن الآن في عز هذا البرد القارس. وعجبني انه هذا رغم كل الدمار اللي حواليه الا انه قام ومصر انه هو يحاول مرة واثنين وثلاثة ويطلع السلالم لحتى يوصل لحلمه ويحقق هذا الحلم. ينتهي المهرجان بصوره ورسوماته ولوحاته، لكن تفاصيلها ما زالت باقية، حيث الحرمان من السكن والمعاناة من التشريد. التعبير عن مفهوم الحق في السكن بمهرجان للفنون الإبداعية، مهرجان يجسد جزءا من مأساة مستمرة لآلاف العائلات الغزية التي ما تزال بلا مأوى بعد ثلاثة حروب مدمرة. محمد الأصل، تلفزيون القدس، قطاع غزة. أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس. أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس.com. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.